سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. الذنب يثقل والعشق يحرق، فأين أمضي وحول الوزر والوله؟ يا ربي خذوا إلي الآن، إن به شوقا يرتل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الطيبات، حياكم الله وبياكنا وجعل جنة مأوايا ومأواكنا إن شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من محل براود مسلمز، وكما العادة معكم زهرة ناطني. اليوم فيديو جديد، بدلت الشكل ديال النقاب. أنا عارفة راسي ما كاينش معايا النقاب الماليزي على هذه الطريقة، لكن فقط باش نوريكم اللفة كيفاش كتجي مع العباءة. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن كتجي زويونه. انا هنا لبست لكم نقاب مع لون العباءه. وبالنسبه العباءه جنات، هي هذه البنات جنات، هي هذه البنات هي هذه، تبارك الله ما شاء الله كتجي روعه جدا في اللبسه ديالها. مخدومه بالليزر كيف ما كتشاهدوا، وهذا راه فودان، ومن هنا ايضا يعني ما شاء الله تبارك الله كتجي غزاله في اللبسه ديالها. وبالنسبه لهذا هو جيلي فودان. بالنسبه للاخوات، كاين الاخوات اللي كيبغيو ياخذوها مع الجيلي ديالها، هو ماشي ديالها ولكن كيجي معاها يعني تبارك الله ما شاء الله كيجي معها زويون كيف ما كتشاهدوا، كيجي معها غزال. المهم بالنسبه للوينات اللي كاينين فيها، ما شاء الله فيها التلوينه كامله، يعني ما شاء الله فيت تقريبا 20 لون اللي كاين فيها، 20 لون اللي كاين فيها. انا غدا نوريكم الالوان المتوفره حاليا هنا في المحل، واكيد غدا نوريكم الالوان اللي غدا تكون في المحل رقم 2، اكيد كاينين في المحل يعني تقريبا. اللي ما كاينش الالوان اللي ما كايناش هنا كاينه في المحل الاخر. المهم انا غدا نحاول نوريكم الوينات المتوفرين عندنا في المحل. هنا كاين الغوز بيبي. بالنسبه للنوعيه ديال الثوب ديالها البنات، راها البرادا، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن كتجي روعه لدرجه لا تصور، ثوب خطير جدا. الثمن ديالها 250 درهم. كاين الاخضر الملكي، وكاين نفس اللون اللي انا لابسه، نفس اللون. هي كتجي هكا مع نقاب ماليزي في الاسود. انا كنفضل انك تلبسي معها نقاب ماليزي في الاسود، ولكن على حسب الاخوات اللي كيبغيو يلبسوا اللون في اللون. داكشي علاش درت لهم خاطرهم ولبس لهم نقاب ماليزي في اللون ديالها. كاين هذا الاصفر هذا، وجميع الالوان اللي كاينين في الثوب ديال البرادا متوفرين فيها. جميع الالوان اللي كاينين في التوب ديال البرادا متوفرين في العباءة ديال جنات، فأبشرن. يعني الموف، الكراميل، بلومارين، غوز بيبي، ترابي، كاين الباش، كاين الكاشيري، كاين الأخضر الملكي، كاين الكري، كاين الكري مغلوق، كاين الكري مفتوح، كاين الخرشوفي. جميع الألوان البنات متوفرين في هذا الموديل. بالنسبة للثمن ديالو 200. المهم اخواتي اليوم يعني غندير لكم في هاد العباءه واحد العروض اللي استثنائيه جدا جدا، وغادي تلقاوها فقط عند براود مسلمز عند خشكم زهرة ناطني. يعني غادي ندير لكم ان شاء الله العباءه مع نقاب ماليزي، يعني الفولار والنقاب، عبايه وفولار والنقاب ب 300 درهم فقط، مع العلم انه العباءه الثمن ديالها بوحدها ب 250. الا خديتي العبايه مع الفولار والنقاب ب 300 درهم، 300 درهم. وإلا بغيتي العباية مع الجيلي
ب 400 درهم، وإلا بغيتي العباية معجلة ريحانة ب 350 درهم، وإلا بغيتي العباية والجيلي والنقاب يعني غدا تاخديهم بشحال يا ترى يا ترى؟ مهم بالنسبة إلى بغيتي العباءة جيلي ريحانة ونقاب ماليزي هاد القطع ب 400 درهم، كتاخدي العباءة مع جيلي ريحانة مع نقاب ماليزي يعني فيه نقاب والفولار ديالو ديال متر ونص كما كتشاهد. بالنسبة للنقاب الماليزي البنات راه فيه جميع الألوان، بمعنى أي لون بغيتيه فهو متوفر. كنتمنى إن شاء الله يا ربي هاد العرض يكون نال إعجابكم. كان هذا فيديو خفيف ظريف مع أختكم زهرة تناطني، غنوريكم غير الموديل كيفاش كيجي ملبوس يعني والعرض اللي غادا ندير لكم فيه سواء مع نقاب ماليزي او بوحدها او لا مع الجيلي او لا مع جيلي فودان. جيلي فودان هو اللي زايد ب50 درهم على ريحانه، يعني كيتغير الثمن. اللي بغات هاد الطقم البنات تواصل معايا على رقم 0687878046. كنتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الطقم يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انه هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. تهلاو ليا فراسكم بزاف، احبكن في الله اخواتي، واستودعكن الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتن في حفظ الرحمن ورعايته. قبل ما نختم هذا الفيديو ان شاء الله، كنتمنى انه الا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ديالي تخلي لي لايك وواحد السبسكرايب اكيد وكومونتير زوين لعله يكون سبب في اسعادي. ولك بالمثل ان شاء الله اذا كنتي غادا تدعي معايا شي دعوه زوينه، ولك بالمثل اسال الله عز وجل ان يجعلها في ميزان حسناتك. شكرا لك اختي الغاليه على المشاهده، استودعك.